الدولية العراقية السابق سعد عبد الرحيم، ألا تقودنا هذه الفكرة لطرح التساؤل الأكثر أهمية وربما الأكثر تعقيدا؟ ما مدى قدرة الاتحادين على تنفيذ هذا المشروع الضخم في ظل الظروف المالية والإدارية الراهنة والمعروفة للجميع؟ صحيح. هو طبعا في بداية الأمر لما أعلن الجانب الأردني والجانب العراقي، هم أبدوا في البداية الحقيقة يعني إعلان الرغبة المبدئية فقط. نعم. أما طبعا هي هذه المرحلة فيها يعني خلينا نقول جداول زمنية طويلة إلى أن يستقر يعني الاتحاد الآسيوي على الاختيار من صحيح. هو البلد المضيف. نعم. بس في البداية يفترض أنه أيضا مثل ما ذكر الأستاذ حسان أنه أيضا دائما ناخذ في نظر يعني في نظر الحسبان مدى قدرة البلد سابقا على تنظيم يعني خلينا نقول بطولات على المستوى الآسيوي والمستوى العالمي، هذه أيضا تصب في مصلحة البلد إذا كانت إلى رغبة في الاستضافة. في الجانب العراقي طبعا احنا الجانب العراقي مقل اعتمادا على الوضع السياسي اللي مر به. نعم. إضافة إلى ذلك الحظر اللي كان على الملاعب، لكن هو بدأ ينتعش في الآونة الأخيرة بال 2016 إلى 2018 بدأ بالبناء الملاعب، بنى تحتية رياضية حتى لو نقول يعني في الحد الأدنى، يعني ما هي بنى تحتية رياضية على المستوى العادي. لكن المهم جدا هو أنه يجب أن يعرف البلدين سواء كان الأردن أو العراق. نعم. أنه مسألة الاستضافة أنت في بداية مثل ما قلنا بداية الاهتمام، أيضا أنت راح تجابها أيضا في دول أخرى قد تبدأ الرغبة أيضا. فالجدول الزمني بالنسبة للاتحاد الآسيوي يستغرق هذه الفترة تستغرق من شهر إلى شهرين بالنسبة لتقديم الطلبات. بعدين تبدي مسألة مناقشة الطلبات. قبل مناقشة الطلبات يفترض أيضا يعني الأردن والعراق يطلع على المعايير، شنو المعايير المهمة والأساسية اللي ساعدك أنت في أن تستضيف بطولة مثل كأس آسيا، وهل هم أنه قريبين أو بعيدين بالنسبة لهذه المرحلة. واضح. نعم.